اهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان وبرنامجكم القاهره باريس. لنتكلم فيه بشكل مفصل عن كل ما يخص الدورات الاولمبيه وعن دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 بشكل خاص. ضيفة حلقتنا النهارده في الاستوديو نجمه رفع الاثقال للبطله الاولمبيه عبير عبد الرحمن، واحده من اساطير اللعبه عالميا ومحليا والحاصله على ميداليتين اولمبياتين ليهم قصه كبيره. كمان معانا لقاء مع البطلة الأولمبية سارة سمير صاحبة برونزية ريو دي جانيرو 2016 والبطلة الصاعدة بقوة نعمة سعيد، واللي رحنا لهم المعسكر التدريبي وعملنا معاهم حوار كان مهم جدا. أنا اتأهلت الأولمبياد باريس 2024 خمس بطولات. بطولة أفريقيا كانت آخر حاجة ليا كنت مشاركة فيها، كانت في الإسماعيلية، عملت فيها أول. إحنا بنلعب على بعض بالكيلو في الأولمبياد أو في أي بطولة، بس يعني بيبقى ده بيعتمد على الخطف. أنا شلت كام في الخطف؟ شلت في الخطف 100 والكلين شلت فيه 130، بس دول مش كانوا ارقامي. لو انا قعدت ابص على كل واحد واحنا في صاله اللعب بيبقى فيه تشتت، يعني الانتباه بتاعي بيتشتت. بقالنا سنتين هم اللي موجودين، بنضرب في بعض، بنطحن في بعض. انا عندي شغفي ان انا مش عايزه برونز، انا عايزه ذهب. وكمان معانا تفاصيل ومعلومات وارقام تخص الدورات الاولمبيه، وهنتابع ونتكلم مع نجومنا وابطالنا ونشارككم كمان حلمهم ومشوارهم اللي بدا خلاص. كل ده واكتر دايما هيكون معانا في القاهره باريس. ابطال كتير وقفوا على منصه التتويج في كل الدورات الاولمبيه، لكن في اساطير عالميه حفرت اسمها بحروف من نور في سجلات التاريخ الاولمبي. الاساطير دي ستظل خالده و تفضل موجودة لن ننساها، ومنها الصينية أو الأسطورة الصينية تشين يانغ تشينغ. كل المتنافسين في الدورات الألعاب الأولمبية هدفهم الصعود لمنصة التتويج، لكن عشان تتأهل لدورة ألعاب أولمبية الأمر صعب جدا، والمنافسة في رفع الأثقال هتكون شديدة وقوية جدا، خصوصا أنه تم تعديل الموازين سواء في الرجال أو السيدات. موضوع أصبح صعب عشان تتأهل في رفع الأثقال لدورة ألعاب أولمبية. بإذن الله نفرح بمنتخب رفع الأثقال بأولادنا بالأوناش المصرية خلال مشاركتهم إن شاء الله في باريس 2024،
ونشوف ابطالنا على منصه التتويج، خصوصا ان رفع الاثقال المصريه هي منجم الذهب في كل الدورات الاولمبيه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفه حلقتنا النهارده كابتن عبير عبد الرحمن، اسطوره رفع الاثقال المصريه، اول فتاه مصريه تحقق ميداليه اولمبيه في رفع الاثقال، واول فتاه مصريه ايضا تحقق ميداليتين على التوالي. ليهم قصه كبيره، ليهم حكايه كبيره، ليهم كواليس كبيره وكتيره محزنه ومفرحه، هنتكلم عنها بعد الفاصل، استنونا. وتبقى الأوناش المصرية ترفع الحديد وترفع طموح كل المصريين وترفع أعلام البلاد على منصات التتويج في دورات الألعاب الأولمبية. النهاردة معايا ضيفة مش عادية، ضيفة الأولى اللي فتحت باب الميداليات الأولمبية مش لسيدات رفع الأثقال بس، ولكن لكل الفتيات المصريات. قصة كانت في البداية محزنة، ولكن رجعت بفرحة كبيرة، فرحة كانت السر فيها هو العدل الالهي. معايا مع حضراتكم اسطوره رفع الاثقال المصريه كابتن عبير عبد الرحمن. ازيك كابتن؟ الحمد لله تمام، اهلا بحضرتك. اخيرا اتقابلنا، يعني انا مشتاق للقاء ده من زمان. احنا بنظبط بقى لنا سنتين تقريبا عشان نعمل حلقه. سبحان الله، الحاجه اللي بتيجي صدفه بتبقى كويسه. الحمد لله الحمد لله. زي كده الميداليه الاولمبيه اللي ضاعت ورجعت اثنين، اللي طبعا هنتكلم على الاولى والثانيه ان شاء الله. هنكمل كلامنا بس اما نسمع التقرير ده ونرجع تاني للتقرير. كل ميدالية حققتها مصر في الأولمبياد ليها قصة وحكاية، وقصة ميداليتنا النهاردة من أولمبياد لندن 2012 20 كيلو جرام وبطلة أسبانيا 120 كيلو جرام، علشان عبير تروح لمنافسات الكلين والنطر وهي في المركز الخامس، وتبعد عن تحقيق حلم الميدالية الأولمبية. وكده حلم عبير هيبقى كابوس، علشان تأول بنت مصرية تاخد ميدالية أولمبية وتكون قصتها رسالة لكل رياضي: اعمل اللي عليك، حاول. انتصار، وكان قبله انكسار، ولكن انا شايف عينيك رغرغة من الدموع كده بس عشان عايض بقى انا تمام لا اما ترجع الذكريات، اما ترجع وقت البار، كل حاجه هعيط خلاص. عايز اعرف الشعور، الاحساس نفسه. والله احساس مش بيتوصف، يعني انا لما بقعد دلوقتي اتفرج على نفسي بفضل اعيط طول الوقت بجد. قد ايه كان نفسي احقق ميداليه في وقتها، لأنه وقتها كنت أنا الوحيدة اللي كنت أقدر أجيب ميدالية في بكين ولندن،
فلما ابص دلوقتي واشوف ان انا جبت ميداليه من غير ما اقف على المنصه فده احساس مش احسن حاجه يعني. اتمنى ما حدش يتحط في الموقف ده خالص خالص. واحنا نتمنى ما حدش يتحط في الموقف ده تاني. يا ريت. وشعور صعب، شعور صعب لما اشوف وابقى عارف ومتاكد ان كل اللي حواليا او الثلاثه اللي جايبين الميداليات انا متاكده ان هم يعني عندهم متعاطين منشطات وانا مش قادر اجاري لان انا بلعب طبيعي. وواثقه ان انا لا ده انا حقي اكون على المنصه. شعور صعب انا عارف والله، عشان كده بقول لك سجن اللي ياخد منشطات. والله مش عارفه اقول ايه، بس انا برضو كنت مبسوطه وقت انا عملت مركز خامس، مبسوطه بالارقام اللي انا حققتها دي. كنت اقدر اعمل اكتر من كده بس دي كانت امكانياتي في الوقت ده. يعني انا بعد الدوره دي انا شلت 100 120 خطف و155 كيلو. انا كنت شلت 55 في الدوره دي، انا كنت هجيب اول على طول. انت كنت اول مره تدخل على الارقام دي؟ صح. 51 اول مره اجربها اصلا، عشان هي دي اللي كانت هتجيب برونز. طيب انا دايما بقول لاي رباع انت ممكن تعاند اي شخص بس ما تعاندش الحديد. انت عاندت الحديد. بص في اوقات كده لازم تبقى مضطر تعمل كده، لان هو دي هي دي الحاجه اللي هتخليك تعمل الحاجات اللي انت نفسك فيها. فغصب عنك لازم تدخل. فانا دخلت علشان بس نفسي احقق حاجه، بس للاسف يعني في الوقت ده قدراتي ما كانتش ينفع ادخل الوقت ده في المحاوله دي. بس انا مبسوطه الحمد لله والله، الحمد لله. مش معترضه خالص على اللي حصل واللي انا شلته والبطوله كلها، دي من احب البطولات لقلبي. بس الموقف نفسه بقى بعد كده بصراحه لا طبعا حاجه تضايق وحاجه تزعل. انا كنت بتكلم ان صوره عبير عبد الرحمن لما وقعت بالبار بتلخص حاجات كتير جدا. ناس كتير تقول لي اقول لهم لا الصوره دي بتلخص حاجات كتير جدا، تعب الفتره دي. الصوره دي منتشره جدا وانا نايمه في الارض كده. على قد ما انا مبسوطه ان الناس بدات تقرا وتبقى عارفه مين عبير عبد الرحمن، اي نعم مش كتير بس الناس كتير وناس بتشير وناس تبعت لي، على قد ما هي صوره مش احسن حاجه. يعني الصوره دي لو كنت واقفه على المنصه لابسه الميداليه تبقى فرق كبير غير وانا نايمه في الارض. هم عاملينها زي عبره كده ان حقك هيوصل لك حتى لو بعد سنين، اتعب واجتهد واشتغل على نفسك عشان حقك كده كده هيوصل لك وهيرجع لك تاني. انا مبسوطه والله بطريقه كلامهم وكل حاجه، بس الصوره نفسها مش الطف حاجه يعني. وده اللي انا عايز اخد من كلامك، بان البطله دي وقعت علشان كانت عايزه ترفع، مش ترفع الحديد، عايزه ترفع علم مصر. وقعت بالبر و في الوقت ده الاحباط وكل حاجه سيئه، كل طاقه سلبيه بتكون جوه اللاعب، صح يا كابتن عبير؟ صح والله. ولكن عايزين اللجنه الاولمبيه ترجع حق عبير عبد الرحمن، وان شاء الله تقف وتكرم في باريس 2024. يا رب اتمنى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نريح شويه كده عشان يا ريت تساعد مويك، وهنطلع لفاصل وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع البطل عبير عبد الرحمن. بعد ما سمعنا كده الكواليس الميداليه طبعا الصعبه بالنسبه لعبير عبد الرحمن في لندن 2012، واللي انا لو مخرج او سيناريست انا هكتب القصه دي، اتعمل فيلم والله بجد. لكن عشان كده نهدى عشان انا هديت خلاص. تمام خلاص تمام. طيب عايزين نتكلم بقى عن يعني رفع الاثقال النسائي في مصر وبطلاتنا طبعا اللي رايحين اولمبياد باريس، نعمه سعيد و ساره سمير وحليمة عبد العزيز. وحليمة شايفاهم ازاي؟ شايفه المنافسه معاهم ازاي؟ ومين الاقرب؟ انا دايما بقول رفع الاثقال لعبه مكشوفه. جداً. يعني انت بتشيل كام وانا بشيل كام، مين اللي هيطلع خلاص؟ شايفه ايه الدنيا؟ شايفه ايه الايجابيه في الموضوع؟ ابدا بساره، في لعيبه الاكوادور هي دي المنافسه معاها، وان شاء الله ان شاء الله ساره مش جدا، ساره اجمل منها ان شاء الله، وساره هتعمل ان شاء الله ميداليه ذهبيه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعني مبسوط بالكلمه دي جدا بصراحه. يعني هي بصراحه تستاهل. ساره من اللاعبات اللي ما شاء الله عليها، شاطره ومجتهده وبتشتغل على نفسها، وهي فعلا تستاهل والله اكتر من كده بكتير. فان شاء الله اتمنى لها والله التوفيق وميداليه ذهب ان شاء الله. تبقى اول بقى بنت حققت ميداليه ذهب في رفع الاثقال، دي تعمل تاريخ تاني برغم يا ان شاء الله ربنا يوفقها يا رب. ده دي روح البطل يا جماعه، دي روح البطل يعني عبير عبد الرحمن. اصل ساره مش مجرد لعيبه بس، ساره دخلت المنتخب وانا كنت موجوده بقى، كنت انا لسه بقى عبير عبد الرحمن، فهي ساره كنت واخدها اختي الصغيره يعني، كانت تيجي تقعد معايا ونقعد نتكلم على التمرين المفروض نعمل ايه ويحصل ايه. فساره اختي يعني مش لعيبه بس كده، وهي مجتهده ما شاء الله. ارقامها ما شاء الله، ما شاء الله جدا.
ربنا يا رب يوفقها ان شاء الله. ان شاء الله. نعمه ان شاء الله اتمنى لها التوفيق. هي المفروض واخده لحد دلوقتي تقريبا خامس كده في الكوتا دي. بس مش دي ارقامها ان شاء الله الحقيقيه. ان شاء الله لما توصل لارقامها الحقيقيه في الدوره ان شاء الله هتفرق كتير. اتمنى ان شاء الله تعمل ميداليه برونزيه بجد. تمام. نصيحتك ايه لساره والنعمه في الفتره اللي جايه؟ احنا خلاص فاضل لو حسبناها يركزوا ويفصلوا عن العالم الخارجي خالص، لان بجد الناس بتاثر على بعض بطريقه مش طبيعيه. السوشيال ميديا كمان، السوشيال ميديا، الصحفيين، كل ده ابعدوا يا جماعه عنهم، سيبوهم خالص. عشان دي مشكله حصلت مع نهله رمضان في اسينا مظبوط 2004، وكله كان ضاغط عليها بطريقه مش طبيعيه، وكله يتصل بيها في مصر هنا، وكله حاط عليها امل. اي نعم هي كانت جاهزه تعمل كده، بس يا جماعه كان في ضغط فظيع عليها. فالضغط على اللاعب مش احسن حاجه. اللاعب محتاج يركز، محتاج يقعد مع نفسه شويه، محتاج يفصل طبعا. هو يركز في التمرين بس، فسيبوهم وادوهم فرصه يركزوا في التمرين بس، ولا بقى لقاءات صحفيه، ولا تتكلم مع صحفي، ولا سوشيال ميديا، ولا اي حاجه. خليهم يفصلوا كده عن العالم. اي رياضي على فكره، مش رافع الاثقال بس، لان الضغط ده وحش على اي لاعب. رحنا لساره سمير وعملنا معاه لقاء كده، وفتحت قلبها لينا برضو في القاهره باريس. هنروح كده نسمع اللقاء، نرجع تاني. انا اتاهلت الاولمبياد باريس 2024 خمس بطولات. احنا المفروض ان احنا نلعب خمس بطولات اجباري عشان العب الاولمبياد، منهم بطولتين اجبار المشاركه، هم سبع بطولات، احنا لعبنا خمسه. فانا اول بطوله لعبتها كانت في كولومبيا 2022، لعبت بطوله عالم اخذت اول دي، دخلت جوه الرانكينج. المفروض ان احنا اول 10 هم اللي بيلعبوا الاولمبياد. بعدين لعبت بطولة أفريقيا كانت في مصر، وبعدها بطولة أفريقيا في تونس، وبطولة كاس قطر، وبطولة تايلاند، وبطولة العالم في السعودية. دول كده أنا كده تأهلت الأولمبياد، وفي الرانكينج العالمي أنا التاني. فالمفروض إن احنا نتأهل أول 10، أول 10 بس هم اللي هيلعبوا الأولمبياد. في أولمبياد ريو أخدت ميدالية برونز. احنا كنا بنستعد ليها، بس ما كانش زي أولمبياد باريس. كان التأهيل فيها أسهل بكتير، كنا بنلعب بطولتين بس، وكان بنأهل الفريق كله، كان بيأهل لعيبة، إنما إحنا دلوقتي كل لاعب بيأهل نفسه. استعدنا لها كويس جدا للبطولة، بس كان كله ما كانش في حد يعني حاطط أمل إن أنا أجيب ميدالية، بس أنا كنت واثقة في نفسي الحمد لله إن أنا هجيب ميدالية. ولعبت الأولمبياد، أول محاولة ليا كانت 107، تاني محاولة كانت 110، ده في الخطف. بعدين دخلت 12، كانت أول مرة أدخلها شلتها، أخدت بها تالت في الخطف، بس إحنا بناخد الميدالية على المجموع، فكان لسه الكلين. جيت بقى في الكلين برضو كانت المحاولة التانية 140، كان أكتر حاجة شلها، ولو المفروض إن أنا أدخل 143، لو شلتها كده هكسب وأخد البرونز. فالحمد لله دخلت، يعني توكلت على ربنا وشلتها الحمد لله، وجبت الميدالية البرونز. هو الموازين في ريو كانت غير الموازين دلوقتي، هي تغيرت، غيروها الاتحاد الدولي، غير الموازين كلها. وكمان كان في ريو كان كل الموازين بتلعب، لا دلوقتي في موازين اولمبيه وفي موازين عالميه. يعني احنا 10 موازين، منهم خمسه بس اللي لازم يشاركوا في الاولمبياد. انا كنت في ريو كنت بلعب 69، بعدين وزن 69 اتلغى بقى 76، فاضطريت ان انا اطلع 76. فبعدين بعد اولمبيات طوكيو غيروا يعني هي الموازين، بس غيروا الموازين الاولمبيه، شالوا 76 وخلوا 81.
فاضطريت برضو ان انا اعلي ميزاني تاني، بس ده بيبقى لازم اعلي معاه ارقام، بس الحمد لله قدرت ان انا برضو اعلي ارقامي، ودلوقتي يعني ارقامي الحمد لله من ضمن اللي هم الافضل على العالم، لان انا كمان التاني على العالم، فدي حاجه كويسه الحمد لله. هو انا بعد ريو طبعا لما جبت الميدالية البرونز كان حلمي خلاص ان انا احقق الذهب، بس بعد ما استعدت كويس وكانت ارقامي رايحه ان انا انافس على الذهب من غير منافسه كمان، بس يعني ربنا ما اردش ان احنا نسافر وحصلت مشكله الايقاف. بعدها كان يوم الميزان بتاعي ما بيلعب، البنت اللي جابت اول دخلت شالت ارقام، انا كنت شايل اكتر منها، فده كان طبعا بالنسبه لي يعني كنت متضايقه وزعلانه ويعني حاجات كتيره حصلت لي، بس يعني ده ما يعني ما جاش عليا بالسالب، يعني الحمد لله قلت لا انا لازم ان انا اطور من نفسي والاولمبيات اللي بعدها اثبت لهم ان ساره لسه موجوده وان انا اقدر ان انا احقق الذهب ان شاء الله احققها باذن الله. زمان كان في دول كتيره بتخبي اللعيبه وتظهر في الاولمبيات بس، انما دلوقتي ما ينفعش حد يستخبى، لان احنا المفروض كل لاعب بيلعب 5 بطولات هو اللي اهل نفسه، فانت بتبقى رايح الاولمبيات وعارف مين اللي هيلعب معاك وعارف مستواه ومعارف هم شالوا كام في البطولات اللي فاتت وبيشيلوا ازاي وكل حاجه بتبقى مدروسه. يعني هو حاليا انا البنت بتاعت الصين، وفي بنت من النرويج، وفي من اكوادور، يعني الثلاثه دول وانا احنا الاربعه مستوانا واحد، فاحنا الاربعه نبقى المنافسه يعني صعبه ما بيننا، احنا بنلعب على بعض بالكيلو في الاولمبيات او في اي بطوله، بس يعني بيبقى ده بيعتمد على الخطف، انا شلت كام في الخطف، فلو هي مثلا فارقه عني في الخطف بكتير فلازم انا، لو هي دخلت يعني هي لو مثلا فارقه عني بخمسة كيلو في الخطف، هي دخلت 120 انا اخش 126 عشان اكسبها في المجموع، فهي بتبقى ماشيه كده، وعلى حسب بقى المدرب اللي مع اللاعب، يعني هل هو يقدر ان هو يوفق بسرعه ويقدر ان هو يحسب والكلام ده بيبقى احسن. يعني احنا بنبقى مميزين في الكلين لان هو قوه اكتر من تكنيك يعني، واحنا هنا في مصر ما فيش اللي هو مثلا يجيبوا اللاعيبه الصغيرين من البدايه يعلموهم ازاي يلعبوا التكنيك الصح وازاي يسحبوا والكلام ده، بنقعد كتير قوي عبال ما المفروض يتعلم الاداء، احنا لا هنا ادخل شال كويس خلاص تمام العب. انا يوم اللعب يعني ما بعملش حاجه، هو احنا المفروض ان احنا نرتاح لان احنا لعبه، يعني ما ينفعش ان انا اجهد نفسي امشي اعمل كده، فلازم ان انا يعني ابقى مرتاحه كويس ونايمه كويس، واحنا بنروح قبل اللعب بساعتين عشان بنوزن الاول، بنوزن قبل اللعب بساعتين، فانا ببقى يعني مخلصه حاجتي وشنطتي وحاجتي وكل حاجه وبطلع على اللعب اوزن واكل الوجبه بتاعتي والبس هدوم الماتش والعب. لو انا قعدت ابص على كل واحد واحنا في صاله اللعب بيبقى فيه تشتت، يعني الانتباه بتاعي بيتشتت، فانا ما برضاش ابص على حد، انا بفضل بص على يعني على الطبليه بتاعتي والبر ومركزه، وده بيخليهم يخافوا مني لان انا ما ببقاش مديه لحد فيهم اهتمام، مش ببقى يعني ببقى مركزه مع نفسي فهم بيقلقوا مني. يعني هو انا قبل اللعب ما بحبش اكلم حد خالص، يعني بحب ابقى مع نفسي اعمل كل حاجه، يعني اصلي اقرا قران، احب ابقى مع نفسي ما حدش يكلمني ولا برد على حد. انا مش فاكره فري الصراحه، بس يعني او انا كلمت ماما واخواتي ده اللي انا فاكراه يعني، بس بعدين لقيت كله عمال يقول لي انت شعورك ايه وانت سقطتي في الثانوي، اقول له ثانوي ايه ما كنتش فاهمه، انا كنت لسه جايبه الميداليه وجايه، يعني نازله من المنصه لقيت كله عمال يسالني، كل الصحافه عمال يسالوني على الثانوي، انا مش عارفه حاجه، انا كنت اعرف ان هم خلاص هياجلوا لي الامتحانات يعني، بعدين لقيتهم عمالين يوروني صوره صفر 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 كانت الشهاده كلها منوره كده ما شاء الله، بس يعني سعدت يعني الحمد لله. هي رفع اثقال كانت في الاول، انا كان اي حد اقول له انا بلعب رفع اثقال كان يستغرب بيقول لي ايه ده انت بتلعب رفع اثقال دي لعبه ولاد، بس لما ربنا اكرمني وجبت ميداليه في ريو بالذات ناس كتير قوي لعبت رفع اثقال خصوصا بنات، يعني منتخب الناشئين دلوقتي اغلبه بنات من الاسماعيليه، ودي حاجه فرحتني طبعا ان انا قدرت ان انا اغير مفهوم اللعبه شويه عن البنت يعني ورفع الاثقال، وكمان كانت الاول يعني اللعبه مش مشهوره قوي،
فدلوقتي يعني كذا حد بقى ماشي في الشارع يقول لي هو انت مش انت ساره سمير بتاع برفع اثقال، فدي برضو حاجه يعني مخلياني مبسوطه ان انا قدرت ان انا اغير حاجه في الرياضه. يعني هو انا احنا عندنا يعني الناس كلها بتبقى مبسوطه بيا الصراحه، ولما بجيب اي بطوله يعني بلاقيهم كلهم مستنيني في المطار وجايبين بقى طبول وحاجات كتيره ويفضلوا ويستقبلوني وبيعملوا لي حفله عندنا، ويعني بشوف في عينيهم الفرحه يعني ناس جدعه ومحترمه. يعني انا بقول للجمهور المصري قبل ما اشارك في الاولمبياد ان انا ان شاء الله هعمل اللي عليا وان شاء الله اقدر ان انا افرحهم واجيب الميداليه الذهب باذن الله، ويستقبلوني زي كل مره ان شاء الله في المطار. طموح اللاعب بيبقى على حسب هو عايز يكمل ولا لا. يعني انا لما جبت الميداليه في ريو كان في ناس كتيره بتقول خلاص جابت ميداليه هتقعد مش هتكمل، لا بس انا عندي شغفي ان انا مش عايزه برونز، انا عايزه ذهب. عندي شغف ان انا مش عايزه ميداليه، انا عايزه اتنين، عايزه تلاته. فكل واحد على حسب طموح، على حسب هو عايز يكمل، على حسب هو يعني خلاص عايز يشوف حياته في يعني شغل ولا حاجه كده. يعني قرار رفع الميداليه، مكافاه الميداليه، هو حاجه كويسه يعني وتدي حافز للعيبه ان هم يعني يبقى عايزين ان هم يطوروا من نفسهم ان هم يحققوا الميداليه. بس الاولمبيات مش سهله، فان شاء الله نقدر ان احنا نحقق ميداليات كتيره باذن الله. انا بشكر البنك الاهلي الراعي الرسمي بتاعي، وبشكر شركه كريد ان هم اللي بيرعوني لحد الاولمبيات ان شاء الله، وبشكر وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري رفع الاثقال واللجنه الاولمبيه، طبعا جهاز الرياضه، وبشكرهم كلهم ان هم واقفين معانا يعني وبيدعمونا، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم باذن الله ونحقق الميداليات كلنا. انا جاهزه الاولمبياد باريس، وان شاء الله هقدر ان انا ارفع علم مصر واحقق الميداليه وافرح كل المصريين. جميلة سارة سمير. اه ما شاء الله. وانا حسيت كده وانت بتتفرجي على اللقاء، انا حاسس ان انت شايفه عبير عبد الرحمن الصغيره. هي كانت بتفكرني بنفسي على طول من ساعه ما دخلت المعسكر، وهي دايما بتفكرني بنفسي بجد. جميله ساره، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يوفقها ان شاء الله. انا كنت عايزه اعلق على حاجه. اتفضلي. على التاهيل، نظام التاهيل دلوقتي. بجد حقيقي يعني احسن قرار اخدوه. يعني زمان لما كنت انا بلعب كذا لاعب يفضل يشارك 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 في الاخر عشان ممكن واحد بس اللي يشارك. مظبوط. انا سمعت قبل كده بنت بتقول يعني انا هفضل العب واتمرن وادخل بطولات عشان هي في الاخر بتسافر، فدي كانت حاجه قاسيه جدا بصراحه يعني ليا وليها. لكن مزبوط. دلوقتي ان اللاعب يأهل نفسه، كنت دايما بحسد بتوع الملاكمه والمصارعه ان هم خلاص بالبنت انت هتسافر، بيبقى معروف مين هيسافر. لكن في الوقت بتاعنا لا، ما كانش حد معروف خالص مين هيسافر. يعني ممكن تبقى انت مسافر على اخر لحظه، لا خلاص دي عبير هي اللي هتسافر، فالموضوع ما كانش فير خالص بصراحه. مظبوط. بس دلوقتي ان انت تدخل خمس عالمي. بطولات طبعا، وانت اللي تأهل نفسك وانت اللي تسافر، وبعدين دي حاجه حلوه قوي في التحليل، اللي انت خمس بطولات مش هتلحق تاخد اصلا. صح. فيش وقت، وبعدين غير الخمس بطولات هما كده كده بيجوا لك. يعني في النص ما بين البطوله دي والبطوله دي هو بيجوا لك البلد. بالظبط. فجاه كده. فالموضوع ده بصراحه حلو قوي قوي يعني، هيقلل بقى الناس اللي بتاخد منشطات بطريقه فظيعه ان شاء الله. بص انا كنت حضرت اجتماع الاتحاد الدولي اللي اتخذ فيه قرار اقاله توماس ايان رئيس الاتحاد الدولي في الوقت ده، وكان لان كانت مهدده رفع الاثقال اصلا بانها تتشطب من برنامج الاولمبي بسبب حوادث المنشطات. بصراحه كان في بلاوي حتى تايلاند كشفته. كويس ان هو مشي. ويعني ساره قالت حاجه كده ان انا ما بكلمش حد، انا مركزه. انا ده اللي كنت بقول لك عليه. ان هو لازم يبقى اللاعب مع نفسه على طول. لسه هنعرف الناس اكتر عن رفع الاثقال لكن بعد الفاصل. استنوني. ويبقى الحلم الذي يراود كل رياضي كل اربع اعوام، حلم الميداليه الاولمبيه والوقوف على منصه التتويج الاولمبيه. كابتن عبير، اتكلمنا عن ساره سمير. نعمه سعيد
بطله كده برضو هاديه قوي جدا رايقه كده، بحس يعني اللي هي ما تخش ترفع، هي بتلعب يعني سودوكو، ما بتلعبش رفع اصخر. ايوه بقعد الاقي بنتي ايه الهدوء ده مش طبيعي كده. وده مطلوب في الرباعين على فكره ولا يعني مش كل الرباعين بس هو في رباعين خلاص هم هاديين كده، هم بيعرفوا يعملوا كل حاجه، هم هاديين ما ينفعش تيجي تعصبهم، هم لو جيت عصبتهم مش عارفوا يتمرنوا. فهي كانت زي بالظبط يعني من الناس اللي هي هاديه ورايقه كده خالص، يعني انا بحب الناس دي جدا. تمام. في حاجه برضه انا بشوفها في نعمه كده، حاجه كده في الفسيولوجي، موضوع فسيولوجي كده شويه او مقاييس جسمها، جسم نعمه سعيد. لو جينا حسبناه كده يعني اختبارات ومقاييس للعبه، انا بشوف لا ما تلعبش رفع اثقال. ايوه يعني تلعب لعبه تانية، تلعب سلاح شيش، تلعب باسكت ممكن تلعب. ايوه الاطراف الطويله مش مطلوبه في رفع الاثقال ولا مطلوبه ولا والله التفاعل. يعني نعمه لو وزنها عالي هتبقى بيرفكت جدا والله. يعني اول ما وزنها يعني هيظبط قوي، هي لسه بس عشان رفيعه فالدنيا تحسها مش اظبط حاجه. وبعدين دي برضو مشكله عندنا هنا في مصر، ان احنا مش بنختار اللعيبه. يعني بره في الصين مثلا او امريكا بيجيبوا اللعيبه كده في المدرسه مثلا، في المدارس بيروحوا المدارس، انت لاعب باسكت، انت لاعب رفع اثقال، انت لاعب سباحه، بيبقوا عارفين بقى بالقياس. لكن احنا ما عندناش كده، انت عايز تلعب العب اي حاجه بقى. ان شاء الله لو قصير تلعب سباحه العب مش مشكله. فالموضوع عندنا هنا مش احسن حاجه في الحاجات دي يعني. بس هي ان شاء الله ما وزنها يعلى شويه هتظبط كتير. لا انا مش بتكلم على انها كبطله وترفع. لا هي بطله، بس انا بقول لك يعني بتعمل احسن من اي حد في الفرقه. اما وزنها يعلى هتلاقيها ظبطت اكتر. الموضوع ان شاء هيختلف الله. وفي بطلات وفي لعيبات في ربعات طوال كمان واطرافهم طويله. ما انا طويله مش قصيره، وبرده ما كنتش تخينه برده. في اطول منك كمان، كانت معاكي في لندن ليديا فالنتين الاسبانيه. ليديا اطول، بس ليديا حجمها اكبر يعني. أيوة. انا كان شكلي ارفع منها، هي ما شاء الله حجمها اكبر. فنعمة من الربعات اللي انا بقول كسرت القاعده بتاعه طول الاطراف. هي برده مميزه قوي في الحته بتاعتها دي، انها رفيعه كده وبتعرف تشيل. والله انا اتفاجئت، انا ما كنتش عارفاها. وبعدين لما عرفتها ولقيتها بتشيل بالتكنيك ده اتفاجئت، يعني حاجه كويسه، حاجه مميزه كده غير الاسطمبه اللي احنا متعودين عليها. احنا متعودين على اسطمبه معينه، فهي لا، هي حاجه تانية خالص. دي كانت في دوره البحر المتوسط طبعا، وحصلت على الميداليه الذهبيه. فرق كبير كمان، حتى بتلعب مرتاحه في افريقيا، بتلعب مرتاحه. احنا ما شاء الله في دوره البحر والدوره الافريقيه والعربيه احنا ما شاء الله نمبر 1 على طول. مش منافسين لوناش، احنا لوناش. ايوه بالظبط كده. ودايما بقول حتى الانتقاء الربعين زي ما انت كنا بنتكلم، ان احنا عندنا في مصر كنز او منجم اسمه رفع الاثقال. انت ممكن لو جبت اي، انا بقول ده دايما، لو جبت شفت ولد في الشارع كده شكله ينفع رفع اثقال هتجيبه هيشتغل عليه. انا عايز اقول لك على حاجه، كابتن رمضان مدربي هو شافني في الشارع وانا بلعب، كنت لسه ناقلين البيت جديد. راح هو صاحب بابا قال له دي بنتك انا عايزه تلعب دلوقتي حالا، عشان كنت قصيره وكنت مربعه كده. فاول ما شاف شكلي قال لي انت هتبقي بطل ولازم تيجي تلعبي. والله العظيم فهو خدني بالشكل، بس ما هو ده اللي بنتكلم عليه يعني. هو كان ليه نظره مستقبليه فظيعه ما شاء الله، بسم الله العين الخبيره، العين الخبيره في الانتقاء. ان انا اشوف اللاعب بعرف ده ينفع لاي لعبه، زي ما انت بتقولي في الصين. وفي ايوه هو في الصين بيعملوا حاجه كمان، يعني عندهم المدارس الرياضيه هناك. الطفل بيخش عنده 5 سنين. ايوه انا عارفه والله، تعرف الموضوع، بتعمل له اختبارات ان هو ينفع يصلح في 5 العاب. ايوه في الاخر بيخلي الموضوع يرسى على لعبة واحدة اللي هو مميز فيها اكتر، بيكسروا حاجة. الدنيا بعد كده. والله لازم نفسنا نوصل الليفل ده بجد، يعني احنا فعلا هنكسر الدنيا بجد بقى لو احنا وصلنا للليفل ده وتفكيرنا حتى اختلف. هنوصل لحتة حلوة قوي، مش هنبقى بقى اسياد دورة البحر بس وافريقيا، لا الاولمبياد كمان. احنا كان في برضو لقاء مع نعمة سعيد، عايزين كده نشوف اللقاء. يلا بينا، وترجعي برضو تقولنا كلمتين على اللقاء كده. شوف لقاء مع بطلتنا الكبيرة نعمة سعيد ونرجع تاني. الو، ايه انا عامله ايه؟ الحمد لله يا عمور، انت عامل ايه؟ والله بخير، انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله بخير. ايه امال فينك كده؟ لسه داخله التمرين. طب تمام، الله يعينك يا رب. ايه الاخبار معاك في التمرين؟ الحمد لله تمام. ادعيلي يا الله، ربنا يوفقك يا رب كده. انا يا رب، وربنا يكرمك كده يا رب كده. ويلا شد حيلك عشان انت كده ايه، باريس خلاص يعني. ان شاء الله ربنا يوفقك كده وتجيب لنا ميداليه باذن الله. باذن الله يا عمور، تسلم لي. ان شاء الله تفرحينا كده، تفرحي مصر كلها يا رب. يا رب ان شاء الله. انت كله تمام كده، شد حيلك. حاضر، كله تمام الحمد لله. ترجمة
بدأت من سنتين التأهيل، كان مفروض 6 بطولات ان انا اشارك فيهم التأهيل، شاركت في 5. كانت اخر واحده كانت في تايلاند كاس العالم، كانت هي بطوله العالم، كاس العالم في تايلاند، بس شاركت من غير ملعب، كانت مشاركه بس ميزان، وزنت من غير ملعب. بطوله افريقيا الحمد لله انا بعمل فيها اول، هم 5 بطولات بتأهل منهم، قاري وافريقي ودولي يعني. بطوله افريقيا كانت اخر حاجه ليا كنت مشاركه فيها، كانت في الاسماعيليه، عملت فيها اول، شلت في الخطف 100 والكلين شلت فيه 130، بس دول مش كانوا ارقامي، بس انا كنت قبل ما العب الماتش ده كان عندي مشكله في ركبتي، فشاركت الماتش كده بارقام خفيفه يعني الحمد لله. هم 5 موازين، 5 موازين اولمبيه يعني، بيبقوا جامدين جدا غير الموازين الثانيه اللي هي مش اولمبيه، فبتبقى خفيفه شويه، لكن الموازين الاولمبيه بتبقى فيها عدد رهيب من اللعيبه. الحقيقه انا شاركت في اولمبيات 17 سنه يعني، خدت نبذة عن الموضوع، فبجد يعني متحمسه لها قوي، متحمسه للموضوع جدا يعني ان شاء الله. بقالنا 2 سنين هم اللي موجودين، بنضرب في بعض، بنطحن في بعض، في الصين، في كولومبيا، امريكا، هم يعني مش كلهم جامدين بس هم دول ابرزهم الحمد لله. رفع الاثقال معروفه في مصر جدا، وبقت مقبوله جدا، وفي ناس بتحب نعمه سعيد جدا يعني، فبيشجعوني على طول، وكله مستنظر مننا حاجه، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ان شاء الله يعني. المحسمه القريه بسيطه، وناسها ناس بساط، فاي حد بيلعب الرياضه ديت بيبقى يعني بيخش بكل ما عنده يعني، هو جاي من مكان بسيط وناس بسيطه وبتدي بكل حب، فاللعيبه فعلا بتلعب وهي فعلا عايزين يبقوا ابطال، وبيتحمسوا اكتر كل ما بيشوفوا بطل اولمبي بيطلع كمان يعني. انا اصلا ساره كانت قدوتي، دلوقتي بقيت انا قدوه للعيبه كتير في المحسمه، فالحمد لله يعني ماشيين بريتم كويس جدا. هو انا اول حد بكلمه هي امي ربنا يخليها لي يا رب ويطول لي في عمرها، واخويا عمر، هم اول ناس بيكلموني ودايما بيشجعوني ودايما بيدعموني، ان شاء الله يعني احقق لهم حلمهم فيا. هو ممكن اقول لك بس عمر ما بيستحملش عليا الهوا مثلا، لو في حاجه بسيطه بيبقى موجود وقت، دي من الحاجات اللي بتطمني دايما، ان هو ما بيستحملش عليا اي حاجه. رفع الاثقال انا كنت حابه ان اشارك في رياضه، فكانت يعني ملت ان انا يعني لعبت رفع الاثقال، فلقيت نفسي فيها ممتازه، وعندي مدربي الله يرحمه يعني حقيقي كان مدرب كويس جدا، كويس جدا جدا يعني، فده حببني جدا في اللعبه، وكمان علمني الاداء كويس جدا، وناس كتيره قوي من اللي كانت موجوده قبل كده في اللعبه في المحسمه معروفه بالاداء الكويس من المدرب ده الله يرحمه، كابتن عبد الباري حلمي. كابتن عبد الباري حلمي بحب اشكره جدا ورحمه الله عليه، وبجد مفتقده قوي في حياتي يعني، والله انا بحاول على قد ما اقدر، وحلمي ان انا اقف على المنصه، وان شاء الله اكون عند حسن ظن يعني كل اللي بيشجعني واقف على المنصة ان شاء الله باذن الله. لا هو الفرق شاسع يعني، هو بطولة العالم هي هو بيبقى في نفس النظام يعني، هي اصلا كده كده بيبقوا متأهل من دوت من بطولة العالم، بس يعني بيبقى بقى بحس ان كل البلد معايا، الالعاب كلها موجودة، كله بيبقى في تشجيع تاني خالص، ببقى مطمنة اكتر يعني، وببقى متحمسة اكتر، لان بتبقى معايا كذا لعبة تانية بقى وكده، فبتبقى حلوة جدا. هي الميدالية الاولمبية تاريخ، وانا نفسي يعني اكون ليا وضع يعني، ابقى ليا تاريخ واكون معروفه اكتر واحقق حلمي يعني. انا الحمد لله عملت كل حاجه، ناقص لي بس ميداليه اولمبيه ان شاء الله يعني. وانا الحمد لله من الشخصيات اللي ما بيتكلموش معاها كتير المدربين، مش بيحتاجوا يتكلموا كتير، بس هو انا بمشي يومي يعني، وانا بصحى الصبح يعني بصلي اكيد، بجهز بقى للميزان، الميزان بتاعي بيبقى قبل الماتش بساعتين، بوزن، وبعد كده برجع، المفروض ان انا لو هاكل حاجه بسيطه ما بقدرش برضو، بس يعني بقى اللي هو بقرا قران شويه، بقعد اقرا قران شويه وبركز مع نفسي يعني، هو خلاص بقى الكلام مع الكل. هو اخر حاجه بعملها اللي هو بتصل بامي واخويا، انا دلوقتي رايحه على الماتش، دعواكم معايا بس، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، واحنا هندي اقصى ما عندنا، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نقف على المنصه ونرفع علم مصر.
نعمة سعيد اللي ان شاء الله في باريس تروض وتطوع الحديد. جميلة نعناعة بصراحة، جميلة وهادية ورايقة كده. عرفت كده الاسم الدلع بتاعها نعناعة من اخوها. جميلة ورايقة، ويا رب والله ربنا يكرمها بجد. يعني هي مجتهدة وشاطرة، بتشتغل على نفسها، ودي حاجة مهمة قوي في اللعب ان هو يشتغل على نفسه طول الوقت. يا رب اتمنى تحقق حلمها يا رب ان شاء الله. فرق ما بين بطولة العالم ودورة الالعاب الاولمبية بين السماء والارض. ايه بقى الاجواء هنا والاجواء هنا، المشاعر هنا وهنا، القصة هنا وهنا؟ يعني احساس مختلف، يعني ما اقدرش اقول لك ده زي ده. بطولة العالم انت رايح انت والفرقة بتاعتك بس، ومعاك الفرقة التانية رفع اثقال وبنمشي وخلاص كده، واوقات ما حد بيسمع عنها حاجة. يعني في وقت انا يعني وميدالية ممكن تيجي، ممكن لا يعني خطف بالظبط كده، بالظبط كده مجموع يعني اي حاجة. لكن دورة اولمبية اصلا انت من اول ما بتلبس الترنج بتاع الدورة اللي هو كل اللعيبة لابساه، احساس مختلف خالص، احساس كده انت رايح حاجة تانية. انت رايح بقى الحلم اللي انت عمال تحلمه وانت قد كده، والهدف اللي انت عمال نفسك تحققه وانت صغير، لان ده هدف كل رياضي طبعا، ان هو يسافر دورة اولمبية، ان هو يحقق ميدالية اولمبية، ان هو يقف على المنصة ويشوف العلم بتاعه مرفوع في وسط كل الاعلام الموجودة. فالاحساس دورة اولمبية مختلف تماما، ان القعدة حتى في المكان بيبقى فيه مكان خاص بالفريق البعثة المصرية كلها، فاحساس مختلف تماما. حتى جوه الصاله نفسها بتاعه اللعب بتكون معموله مجهزه بشكل حلو جدا، المكان اللي فيه التسخين، المكان اللي فيه التمرين، المكان اللي عدد الجمهور كمان مختلف تماما، فظيع بجد. يعني حاجه تقلق وفي نفس الوقت مبسوط ان الناس دي كلها جايه تشجعك من بلدك بقى، من البعثه جايين يشجعوك، من بلد تانية، من البلد المستضيفه. فالاحساس بيبقى مختلف تماما بجد. اتمنى كل اللعيبه يا رب اللي بتلعب تشارك وتسافر في اي دوره اولمبيه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله، لان هو احساس فعلا مختلف. هو المحفل الرياضي الاكبر لاي رياضي والتاريخ لاي رياضي. ايوه هو، وانا دايما بقول ان الاولمبيات لا تعترف بمركز، تعترف بالميداليه. بالظبط كده. برجو من اللجنه الاولمبيه المصريه للمره الثالثه مناشده او مخاطبه اللجنه الاولمبيه الدوليه ان كابتن عبير عبد الرحمن تاخد حقها المعنوي وتكرم ان شاء الله في باريس 2024. يا رب والله، شكرا والله لحضرتك، اتمنى والله على الاقل ابقى مبسوطه كده وانا مسافره معاهم والله، لان لحد دلوقتي لما بشوفهم مسافرين كده يا انا مش هسافر، انا مش هلعب. لسه بقى ايه متشبته في احلام الماضي. بس انت دلوقتي بدات تدربي؟ بس تدريب خاص، مش جوه نادي ولا جوه منتخب يعني. مفيش حتى في استعانه بيكي مع منتخب او كلموكي او اشتغلت معاهم شويه مشرفه على البنات، بس بصراحه حسيت ان مش مكاني. يعني انا عايز ادرب. بالظبط كده، عايز اطلع الحاجات اللي انا استفدت منها زمان واللي انا بستفاد بيها دلوقتي، فعايزه ايه اطلعها على اي لاعب بقى. لكن مشرف بقى وكده الموضوع مش احسن حاجه يعني بالنسبه لي انا. طيب ابن الوز هيطلع عوام؟ يا رب، انا عندي ثلاثة، اتمنى الثلاثة يطلعوا والله. انا شايف بشوفهم بيتمرنوا معاك وبتمرنيهم. سيف الدين بيتمرن وبيحب اللعبة، ونور بنتي بقى بتحب اللعبة جدا جدا وكل شوية بتتمرن وعايزة تتمرن بقى، تجيب لي البار وتقولي مرنيني دلوقتي. هي عندها 6 سنين وسيف عنده 9 سنين. بشكرك وبشكر، انا اللي بشكرك جدا كلامك والله الجميل. والله انا بشكرك جدا وبشكركم على البرنامج الجميل ده، ومبسوطه ان انا اتكلمت معاك وفتحت قلبي بقى وعيطت بجد. برنامج حلو قوي، والكلام معاك والله مش ما زهقتش منه، عايزين نكمل تاني حلقتين كمان ان شاء الله. اكيد هتبقى ليكي برضو معانا لقاء اثناء الدوره الاولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله لقاء بقى، وانا جايبه بقى الميداليه الفضيه بتاعه لندن ان شاء الله باذن الله اكون معاك. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا كابتن عبير. شكرا ليك انت، وبشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. تقبلوا تحياتي، الى اللقاء في حلقه جديده من القاهره باريس. We'll be right back.